أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد. إذا سنذهب بكم إلى قرار جديد يتعلق بفتح قطاع آخر، هو قطاع المطاعم السياحية. وربما كثير من الاستفسارات تردنا هنا وهناك للاستفسار عن طبيعة هذا القرار، ومعنا للحديث عن هذا الموضوع الأستاذ عمر عواد، نقيب أصحاب المطاعم والمعني بهذه المسألة. مساء الخير أستاذ عمر. الله يسعد مساك أستاذ المستمعين الكرام. يعني في البداية خلينا نحكي عن القرار، شو قررت الحكومة اليوم وشو طبيعته، تشرح لنا يا بعد إذنك. تفضل. الله يطول عمرك. هلا اللي صار انه طلع معالي وزير السياحة، نعم، قال له القرار الظهرية حكى انه جميع المطاعم راح تفتح، عرفت، بال كافة المطاعم. هلا وزاره الطاقه عن طريق المنصه، واوكي كيفنا ونستنى على مواقعنا الالكترونيه انه تم فتح القطاع ولاخرته. هلا تفاجئنا انه لما الناس خشت على المنصه بتاعت وزاره السياحه شريطه انه يكون مشترك وزاره السياحه. هلا هذا الحكي طبعا 99% من المطاعم الاردن مش مشتركه بوزاره السياحه. اها. مطاعم شعبيه ومطاعم كاش ارجيل عاده اللي بيسجل بوزاره السياحه بيكون بدي له مصلحه بالارجيله. صحيح. الدعم السياحي مشان احصل على رخصه الارجيله، لانه صعب انت بتعرف كيف. هلا طبعا صار التخبط في القطاع، انه بقول لك يا اخي فكروا القرار على مزاجهم هم. هلا طبعا بتعرف كيف القطاع كبير ومتضرر، واللي صار فتره الاغلاق اللي صارت فيه كانت كارثه عليه بالنسبه لإله. صحيح. هلا بالمساء استضفت احدى القنوات الفضائيه وصلحت ما يعني صلحت اللبس اللي صار، قالت لا انا بشمل جميع المطاعم كافه بما فيها المطاعم الشعبيه والمطاعم السياحيه. المطاعم السياحيه مشموله عن طريق وزاره السياحه، والمطاعم اللي غير سياحيه اللي هي الشعبيه عن طريق العاصمه والبلديات. كان تقريبا صلحت ما يعني نفهم استاذ عمر الان القرار جميع المطاعم بلا استثناء. جميع المطاعم طبعا قبل ساعه طلع هذا الخبر، قبل جميع المطاعم كافه. يعني كصار سياحه بالنسبه هلا هو لا يلبس، بس يعني ولا بلاش، يعني على قليل الناس ترجع تشتغل، على قليل الناس ترجع تعيش من هالقطاع، تنساش انه في حظر تجول. طيب يعني طيب خلينا نضبط الامور الان. جميع المطاعم بس جميع المطاعم دليفري فقط خدمه توصيل، هيك خدمة التوصيل والبيع المباشر. البيع المباشر بدون الجلوس في المطعم واستخدام الصالات، هيك؟ لا يعني هلا اذا وصى الصيدلية او اذا فاتنا ولا غرض ومشي مش رح يعيش الدنيا، طبعا ضمن لجنة الوباء اللي بتقول لك التعقيم للمحل ولازم العمال يلبسوا كفوف ويلبسوا كمامات والى اخره، هذا كلياته كل اللجنة اللي بالنسبة للامور الصحية احنا ما حقلنا وقائد، لانه بالنهاية بعنينا صحة الناس وبعنينا صحتنا احنا وصحة موظفينا وصحة الناس. يعني انا بقدر بكره اروح على محل شاورما واصف على الدور زي المخبز زي البقالة واخذ وجبتي واطلع، مش هيك؟ اه بالضبط. رغم انه مش اختباط زي ما عملوا كذا، رغم انه مش تلاقي اختباط بالسوبر ماركت، تلاقي اختباط عند بياع خضرة. لا الناس يعني بكره ممكن نلاقي شوية اختباط. طيب سمعنا عن شروط تتعلق بالعاملين، من بينها فحص الكورونا، انه يفحصوا كورونا. هل يلزم صاحب المطعم بفحص عماله فحص الكورونا ولا لا؟ طبعا من شروط الفتح بده يفحص، اجباري بده يفحص، لازم هو يفحص كمان. طب لحقت الناس تفحص معناته بكره فيش فتح معناته؟ لا ما في عمل من هول الاسبوع القادم لما يبلش العمل. اه يعني هاي الان بدهم يبدوا يستعدوا لهذه المساله. اه لا اخي الكريم، ما هو بده على ما يستوفي جميع الشروط اللي طلبتها الوزاره، طلبتها الشقات المعنيه. هلا لما يصير في جميع الشروط بيطلع بيكشفوا عليه بيلاقوا كل شروطه سليمه، بيقولوا له اهلا وسهلا باشر عملك ضمن الشروط اللي وضعتها لجنه الاوبئه، عرفت؟ وهذا الحكي يعني كويس لصالحنا ولصالح الناس كلها، يعني مش غلط. يعني طيب. انا بايد هاي الصراحه. طيب شو هي الشروط؟ بالله خلينا نسمع منك استاذ عمر، ايش هي الشروط؟ ايش وين؟ ايش الشروط حتى يفتح صاحب المطعم؟ ايش هي؟ يعني هلا لازم يفحص زيه زي عماله، ما في مشكله انه يفحص، شو المشكله يعني؟ نعم. بده يفحص هو عماله فحص كورونا ويتاكد انه نتيجة سلبيه حتى يبلش العمل، زائد شو كمان؟ طالما بده يقعد في مطعم ويبيع الناس بده يفحص، لانه هيك يحترم الشروط اللي فرضتها الدوله. نعم. انا مع الشروط الصحيه كامله، انا كان اعتراضي على الازدواجيه يعني لما تيجي تحكي مطاعم سياحيه فقط لا غير وتلغي المنصه على هاي تم تعديلها، هاي تم تعديلها، انتهت يعني، انت اجتهدت فيها انتهت قبل ساعه الحمد لله اللي انتهت على خير. نعم، يعني كان لك جهد كبير وتواصلت انت مع المعنيين ووصلتم الى انه لا المطاعم كلها يعني راح تفتح غدا او يعني ستبدا. الافضل
الاصل كليه مطاعم، يعني الاصل كليه مطاعم، كل الكليه منظومه اجتماعيه، يعني ما فيش انك تيجي تقول هذا المطعم بيفتح وهذا المطعم ما بيفتح، ما بيصير. نعم لما قسم الشغله على يعني كانت بدايه القرار كانت مزاجيه، بس فيما بعد لا تصوب الوضع بصراحه. انا اقول لك بقدر اني انسحب من كلمه مزاجيه، يعني تصوب الوضع وكان بما بالمعنى الصح واحنا معاه. ماذا تنصح اصحاب المطاعم الان؟ ماذا تقول لهم؟ هلا انا بقول المفروض، يعني هلا احنا كلياتنا تحت القانون، المفروض ان نلتزم بالسلام العام وبلجنه الاوبئه ونحافظ على كل ما حكوا، لانه في مصلحه انه مصلحه للمواطن، يعني هالزبون اللي بيسكت عنا يشتري المفروض يكون بامان، واحنا لما نبيع يكون المفروض احنا برضه كمان نكون بامان، عرفت؟ لانه بالنهايه بتروع على بيتنا، عرفت؟ في عندنا اولاد، في عندنا اطفال، في عندنا مرض، في عندنا اخوات، في عندنا خوات، يعني المفروض انه نكون ضمن منظومه واحده، لانه راح نشتغل كفريق واحد ما بيننا وما بين الزبون وما بين اسرتنا. نعم. وليش الاستثمار الزائر، يعني ليش الصح وضمن الاجراءات الصحيه الصحيحه انا معهم، ما عندي مشكله فيها، عرفت؟ يعني مؤيدها على فكره قلبا وقالبا. طيب. كان اعتراض قرار الاولاني وكلام مع الوزير. طيب. أستاذ عمر، الآن صاحب المطعم وين بده يروح؟ شو إجراءاته؟ بده يروح على منصة حتى في تصاريح له لعماله؟ يعني بده يروح على المنصة يقدم فيها طلب في شروطه كاملة، يعني في الشروط بتطلع اللجنة. هلا اليوم بداية تصريح اليوم بيقول لك الارتباط ما بين النقابة وما بين الشقة المعنية لها، تسوي جميع شروطها بعدين بعطوها آلية الفتح. نعم. هل يشترط في فحص الكورونا ان يكون يعني في جهه معينه ولا باي مكان؟ لان في قطاع خاص بالفحص. ما اشرطوا، ما اشرطوش، يعني هم ما اشرطوا، بس لو اشرطوا وين ما بكون شرطوا، احنا سمعا وطاعا ما عندنا مشكله. جميل. يعني النهايه الناس بدها تفتح بدها تقبل بالشروط اللي فرضتها الدوله. نعم. توقعاتك انه جميع المطاعم ستفتح في بناء على ذلك؟ نعم. تتوقع جميع المطاعم راح تلتزم بالشروط وتفتح؟ ما هو لو ناقص شرط مش راح يفتح. لا انا قصدي انه يعني شروط مش تعجيزيه، يعني يمكن لكل المطاعم ان تقوم بها. لا مش راح يفتح، لانه بدك كل لجنه مش مخير فيها، خلص هذا قانون بيمشي على الكل، بدك تفتح هاي شروطنا. نعم. عجبتك الشروط تفتح، ما عجبتك الشروط لا تفتح. نعم، وضحت. أنا بدي أشكرك على وقتك، شكرا جزيلا الأستاذ عمر عواد نقيب أصحاب المطاعم، يعني شكرا لك، شكرا جزيلا على مشاركتك معنا اليوم وجودك معنا. إذا المطاعم اعتبارا من الغد ستبدأ بتقديم طلباتها إلى الجهات المعنية، هناك اشتراطات وضعتها لجنة الأزمة أو الجهة المعنية في تسيير الحياة اليومية في الأردن، وعلى ما يبدو من هذه الشروط أنه سيسمح للمطاعم بغض النظر عنها سياحية وغير سياحية بأن تفتح أبوابها للجمهور، ثم لن يكون هناك جلوس داخل المطعم ولا صالة، هذا مرفوض رفض قاطع، ستعتمد على الدليفري والبيع المباشر، وهناك اشتراطات تتعلق بالصحة العامة، أهمها أنه صاحب المطعم وعماله حتى يأخذوا ويوافق على فتح مطعمهم لابد أنهم يتجاوزوا فحص الكورونا وأن تكون النتيجة سلبية، وبتقدير هذه الشروط جيدة، وبالتالي يمكن أن نرى هذا القطاع يعود مرة أخرى في نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع الجاي. بدي أشكر مرة أخرى أخونا عمر عواد، نذهب إلى وقفة قصيرة ثم نعود.